بسم الله. اسمع، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اخذنا ولله الحمد والمنه في الدرس الماضي العدد. تنقسم العده الى كم قسم؟ ما وجه اراده المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الكتاب، كتاب العدد والاستبراء؟ نعم، انه بعد ان حصل النكاح وكان هناك خلع أو طلاق أو وفاة، ناسب أن يذكر العدة. فالعدة تنقسم إلى قسمين: عدة وفاة وعدة طلاق. ذكرنا قاعدة وهي الحمل أم العدة، يعني يقضي على كل عدة، فإذا وجد الحمل فهو العدة حتى تضع جميع ما في بطنها، انه قد تضع الاول ويبقى الثاني. طيب، فالمتوفى عنها اذا كانت حامل بوضع الحمل، واذا كانت غير حامل 4 أشهر و10 أشهر هجريه. مفهوم؟ طيب، اما المطلقه ننظر، غير المدخول بها ليس لها عدة، مجرد ما تطلق فقد حل لها أن تتزوج، ليس لها عدة. أما المدخول بها حامل بوضع الحمل، تحيض أو لا تحيض، تحيض 3 حيض، لا تحيض صغيرة أو آيسة كبيرة 3 أشهر، مرتابة ولا تدري انقطع الحيض ولا تدري ما سبب الانقطاع، هل هو المرض أو الحمل أو الكبر مثلا، فننتظر حتى نتيقن أنه لا حمل. هذا ما يتعلق بالعدد. أما الاستبراء قلنا هو معرفة خلو الرحم من الحمل، ويكون في الأمة مثلا إذا اشتراها أو انتقلت إلى ملكه بعد الدخول مثلا في أسر الحرب. طيب، أجلس فتح الله عليك. بالنسبة أخواننا لهذه المسائل التي ذكرناها من العدد والاستبراء والطلاق والخلع واللعان والحضانة، حضانة حفظ الصغير، وقال القيام بمصالحه. زمن الصديق رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه، في زمن الصديق أبو بكر رضي الله عنه عين عمر رضي الله عنه الفاروق قاضي، سنة كاملة لم يأتي أحد، سنة كاملة لم يأتي أحد إلى مجلس القضاء إلى القاضي عمر رضي الله عنه، سنة كاملة. هل يعقل أنه ما حدث شيء في هذه السنة؟ لكن قالوا انظر إلى الحاكم خليفة أبو بكر رضي الله عنه، القاضي عمر فاروق، الرعية الصحابة رضي الله عنه، كل واحد منهم عارف الذي له والذي عليه. القاضي فاروق صاحب الدرة عمر رضي الله عنه، الخليفة أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. بعض الشباب هدانا الله إياهم يقول ليس عندنا حكم أو كذا أو قضاء. يا أخي، اعرف الذي لك والذي عليك وأدي الحقوق، لا يحتاج أن
بعض الناس هدانا الله إياه يعني يقول الخليفة فيه كذا وكذا وكذا، يطبق أنت الذي تقدر عليه. أنت في نفسك لو طبقنا الإسلام على ما يذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لو كل واحد منا طبق الإسلام على نفسه قامت الدولة الإسلامية. فالرجل الآن الزوج يعرف الذي له والذي عليه، يعرف أنه إذا طلق المرأة يحرم عليه إخراجها من بيتها حتى تنقض العدة، فإذا انقضت العدة ينظر إلى الحضانة، الولد عند من؟ قال عند الأم، خذ الولد وأنا أنفق عليه ويعطي النفقة في وقتها. إذا تزوجت يقول أنت تزوجت الآن، نريد أن تنتقل الحضانة إلى الأم، أم الأم، وهكذا. يعرف الذي له والذي عليه. نحن نعرف أن بعض الناس هدانا الله إياه مجرد أن يحصل أي خصومة مع الأهل وكذا يبدأ بمخالفة الشريعة، ما يمكن. بهذا لا نحتاج إلى قضاء أصلا. كل واحد يظن، بعض الطلاب هدانا الله إياه عندما يقرأ ومن لم يحكم بما أنزل الله وكتاب القضاء على ما سيأتي معنا، يظن أن القضاء فقط يكون عند السلطان والقضاء، ما يدري المسكين أن كل واحد لابد أن يكون قاضي، قاضي على نفسه وعلى زوجه وعلى أولاده وعلى من هو معه. لو طبق كل واحد منا ارتحنا والله. أي نعم، ينظر إلى حال السلف، وذكرنا لكم قصة عمر رضي الله عنه. لا تحتاج إلى قضاء، لا يحتاج أحد الذهاب، كل واحد يقيم الشريعة، فإذا قامت الشريعة الحمد لله استقامت الأمور. تزوج وطلق وعدة. ناسب أن يذكر المؤلف هنا على ما رتب كتاب الأطعمة، أطعمة وأشربة، الطعام والشراب. الشريعة لم تترك شيء. الطعام إما حيوان أو غير الحيوان، مفهوم؟ هذه الأطعمة حيوان وغيره. الحيوان إما حيوان بحري أو حيوان بري. الحيوان البحري كله حلال، حتى ميتة البحر حلال، إلا ما هو من حيوان البحر ولكنه مستقذر خبيث. يمثل هذا مثلا يقول الضفدع مثلا منهي عنه، كذلك الآن التمساح المعيش في البر والبحر، وأيضا له ناب على ما سيأتي معنا في الحيوانات. هذا بالنسبة لحيوان البحر، البحر كل ما في البحر حلال. وبهذا تعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل الحلال كثير ولله الحمد. لو تنظر إلى المحرمات بالنسبة للأطعم والأشربة تجدها قليلة، والحلال كثير جدا. طب لماذا حرمها الله؟ بخلا علينا؟ أعوذ بالله، لا يمكن أن يقال هذا، إنما هو صيانة لنا. وأن تنظر الآن إلى هذه المحرمات تجدها مستخبثة، تأكل الخبائث، يأتي طبع هذه الحيوانات عند الأكل منها لمن؟ لهؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية. التأثير يقول ابن القيم بالطعام أشد من التأثير بالشراب. الآن مثلا انظر إلى الخمر، يتأثر بذهاب العقل. أكل الخنزير أشد، يقول إن بأكل الخنزير يبقى تأثير هذا اللحم عليه، نسأل الله السلامة والعافية، لا غيرة. كالبهائم ويأكل الخبائث ويأكل كذا وكذا حتى يعني تخرج رائحة وما إلى ذلك. إذن حرم الله سبحانه وتعالى هذه المحرمات
من رحمة سبحانه وتعالى بنا. ثم أن المحرمات عند الضرورة تصبح طيبات، سبحان الخلاق. الآن مثلا الحمار، أي حمار المحرم الأكل، الحمار الأهلي، خرج بهذا الحمار الوحشي المخطط، حمار الوحشي حلال والحمار الأهلي حرام. طيب وقت الضرورة، وقت الضرورة أشرفت على الموت، تأكل من الحمار الأهلي للضرورة فقط، صحيح؟ تمرض؟ لا. لكن الآن لو نأتي لك بحمار مشوي وكذا تأكل يضرك ولا شك. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى قاعدة، ذكر قاعدة أن الله سبحانه وتعالى إذا أحل شيئا شرعا زال ضرره قدرا، إذا أحل شيئا شرعا زال ضرره قدرا. الحمار لو تأكل منه قد تموت، تمرض، حمار، لكن عند الضرورة يصبح طيب. مثاله أنت الآن أحيانا تجوع، هذا يقول نادر. نعم، الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول كان الناس في القديم يموتوا من الجوع، وإذا بهم في العصر الحاضر يموتوا من الشبع. نعم والله، صح. متى علم الناس أن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار، أكل الحمار، ويرقص في الناس حتى يقع، لماذا؟ وقالوا سكرنا بحب الإله. قال لا، وما أسكر القوم إلا الشبع القصر. تهان مساجدنا عن ذاك السماء، وتكرم عن مثل ذاك البيع. ما يمكن أحد يتراقص هناك عندهم، لكن هنا في المساجد يدعون أن هذا هو الدين، رقص. فيا للعقول ويا للنهى، ألا منكم منكر للبدع؟ قل بلى منا. نعم، تكون أحيانا لا تجد شيء في البيت، تبحث تبحث تجد تمر قديم، شيء من البسكوت يعني به السوس وكذا، ماذا تصنع؟ تنظف هذا التمر وتبحث، تلقي شيء من الدود وكذا وتأكل أطيب ما يكون، صحيح؟ جوع. نعم، فهذه هي الشريعة، جاءت لجلب كل خير ودفع كل شر، ولا بد أن ترفع رأسك بانتمائك لهذه الشريعة، شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، حيوان بحري وحيوان بري. الحيوان البحري حلال، حتى ميتة البحر حلال، حتى وإن كان هذا الحيوان البحري له اسم مثل اسم الحيوان البري، لكن الحيوان البري محرم وهذا حلال، إلا إذا كان مستقذر مستخبث يأكل الخبائث وكذا فهو محرم، قلنا كالضفدع والتمساح. أما الحيوان حيوان البر، عندنا حيوان البر قاعدة، كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير، كل ذو ناب من السبع، ذو ناب يصيد ويأكل به، أسد، فهد، اصبر معي، أسد وفهد، يسمي
العرب الأولاد في القديم يسموا الأولاد للأعداء ويسموا العبيد لهم، يسمي الولد أسد، فهد، رعد، صخر، حرب، علي، خالد، نعم يسموا الأولاد للأعداء. يسمع العدو بقدوم الجيش، من في الجيش؟ قال في الجيش أسد وفهد ورعد وحرب وصخر وعلي وخالد والمغيرة، يقول هزمنا. ويسمى العبيد لهم، يسمى العبد مطيع، فلاح، نجاح، نعم نافع، لأنه يناديه يا نافع انفعني. خرج قبل أن تبدأ المعركة، لا بد يعني شيء حتى تحمى يحمل وطيس. خرج للمبارزة 3 من المشركين: الوليد، يعني صغير هذا لا يصلح للحرب، خرج للمبارزة. سبحان الله، الأصل تخرج وليد أو رضيع ما يصلح، أخرج إنسان كبير. أخرج الوليد، الاسم يدل على الضعف، الوليد. الثاني خرج شيبة، شيبة سبحان الله، هذا لا يصلح للقتال، هذا يصلح للمقابر. شيبة خرج. الثالث عتبة، يعاتب على كل شيء، من باب أولى يعاتب على القتال. خرج هذا الثلاثة قتلوا. أي نعم، سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، سلمة جاء جيش لصوص قطع طريق إلى المدينة ونهبوا وأخذوا وفروا، رآهم سلمة بن الأكوع. سلمة بن الأكوع رجل واحد، ركب على الفرس وحاول إدراك هؤلاء، فنظر أنه إذا بقي على الفرس ما استطاع أن يدرك هؤلاء، نزل من على الفرس وجرى برجليه أسرع من الفرس. هذا في الصحيح. أدرك القوم وكان يرميهم ويقول: خذها ونبن الأكوع، واليوم يوم الرضع. قال: اليوم نعرف من يرضع من أمه، أنا فطمتني أمي من زمان. انتبه، بعض الناس يظن أن الطعام والشراب هو الذي يكون به القوة والرجولة وكذا، ولا يدري أن الصحابة رضوان الله عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم يمر الهلال والهلالين والثلاث أهلة، نبي الأمة، وليس في بيته شيء، ما شبع آل النبي صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير، خبز أرض خبز في الأيام التي كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، خبز الشعير، ما شبع آل محمد عليه الصلاة والسلام من خبز الشعير. لكن انظر إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والجلد، تقوى الله، إيمان. الواحد كان يعد، الواحد من الصحابة رضوان الله عليهم، الواحد يعدوه بألف واحد، جيش وحده. بماذا؟ قوة الإيمان أخوان، ليس بقوة الطعام والشراب. انظر إلى أئمة الإسلام، إمام أحمد واحد، رجل واحد، يقول إمام أهل السنة والجماعة، رجل، نعم. وتنظر اليوم تعد رجال ليسوا برجال. اي نعم. فاذا اخواننا، القوه هي قوه الايمان. والعام يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من اهل السنه يغلب الف من هؤلاء، عامي فما بالك بعالي.
قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالقوة هي قوة الإيمان. طيب،